بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل إلى أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني محمد بن الصباح قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، وكانت له صحبة، قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت له صحبة، هذه الجملة اعتراضية وضعت هنا لفائدة، وهي تفيد التوثق من الكلام والتحقق منه، وأن هذا الذي ينقل لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هو جدير بذلك، لأنه صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإنما ينقل عن مشاهدة لا عن سماع. هذه فائدة هذه الجملة، زيادة التوثق. وهذا عبد الله راوي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن زيد، بعدما أنهى مسلم رحمه الله الروايات من طريق عثمان، لأن يعني أشهر من روى لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هما عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه، وعبد الله بن زيد المازني، وهذا غير عبد الله بن زيد صاحب الأذان، صاحب رؤيا الأذان، هذا لقبه المازني. قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء. قيل له، إذا كان هو المتكلم عبد الله بن زيد، فكأنه جرد من نفسه شخصا آخر، بدل أن يقول: قيل لي توضأ لنا ففعلت كذا وفعلت كذا، فجرد من نفسه شخصا آخر، كأن قائلا آخر يتكلم، فباب يسمى هذا يسمى التجريد، نوع من أنواع الالتفات. ويجوز أن يكون الراوي عبد الله بن زيد هو القائل، قيل له لعبد الله بن زيد: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه، فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرج. هنا خالف بين الأعضاء، وهذا دليل على أنه يجوز للمتوضي أن يجمع في وضوء واحد بين أن يغسل ثلاثا مرة في أحد الأعضاء ويغسل مرتين في عضو آخر، لأنه ذكر في العضوين الأولين ثلاثا ثلاثا، ثم قال في اليدين مرتين، هذا يدل على أنه يجوز لك أن تغسل وجهك ثلاثا ثم تغسل يدك مرة أو ذراعك مرة واحدة، إذا أوعبت الغسلة وعمت الفرض فإنه يجوز الاكتفاء بها. والسنة ثلاثة، يعني الفرض هو التعميم، فلابد من النساء أن يعمم العضو ويعيبه بالغسل بالماء، إذا أوعب في الثلاث فيبقى ذلك هو الفرض، لا يكون وضوءه إلا بأقل من الثلاث، وإذا أوعب بالأولى فالثانية والثالثة
تكون نافلة وتكون سنة وتكون تأكيدا. فالسنة أن يكون الوضوء ثلاثا حتى لو أوعب من الأولى. فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه، فأقبل بيده وأدبر، ثم غسل رجليه إلى مسح برأسه فأقبل بيديه بيديه وأدبر. عادة الإقبال أن تأتي مقبلا إلى الأمام، يعني هكذا متبادر. لما تقول أقبل فلان معناها يذهب أمامه ولا يذهب إلى الخلف. فأقبل هنا كان مقتضى المتبادر منها كأنه بدأ من خلف رأسي، هكذا أقبل، لأن الإقبال هو الذهاب إلى الأمام. لكن وقال فأقبل وأدبر، ثم فسرها في بعض الروايات بدأ من مقدم رأسه، فلا يبين لك أن المتبادر غير مراد. ليس المراد أنه بدأ من مخ رأسه كما يفهم أو يتبادر من كلمة فأقبل. فيجاب عن هذا بأن الإقبال نسبي، بأن تقبل على شيء فقد يكون هذا الذي تقبل عليه خلفك وقد يكون أمامك. ويؤكد هذا أن الرواية وضحت وقالت بدأ من مقدم رأسه. فأقبل وأدبر يعني بدأ من جبهته، من أعلى جبهته إلى قفاه، ثم أدبر فأقبل وأدبر. الأولى تحمل على أنه من المقدم إلى المؤخر، ثم الثانية من المؤخر إلى المقدم. وقد ورد في بعض ألفاظ البخاري على العكس، فأدبر وأقبل، وهذه أتت على الظاهر. ويمكن يجاب أيضا بأن الواو لا تقتضي الترتيب، فأقبل وأدبر معناه قد يكون معناه أدبر وأقبل. لكن الصفة هي متفق عليها أنه يبدأ من مقدم الرأس كما صرحت الرواية. ليس هناك احتمال أنه بدأ من المؤخر وأتى المقدم. ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال. والروايات كلها تذكر في الأعضاء ثلاثا ثلاثا أو مرتين في بعضها، إلا في الرأس فإن ورد بعض الروايات مرة مسعى برأسه مرة، صرحت بأن الرأس يمسح مرة واحدة. وهذه الروايات الواردة في الصحيح كلها لا تصرح في الرأس بالإعادة بالتثليث، وإن ورد في بعض ألفاظ حديث ورد في السنن سنن أبي داود وفي غيره أنه مسعى برأسه ثلاثا. ومن هنا اختلف العلماء هل الرأس سنة فيه التثليث أو يكتفى فيه بمرة واحدة. الجمهور على أنه مرة واحدة، الشافعي يرى أنه يسن فيه التثليث، وكذلك قال الأحناف. وهناك من يرى أن المسح إقبال وإدبار هذا مقيد بما إذا كان الرأس فيه شعر، وما إذا كان الرأس أو الشعر غير مضفور. أما إذا كان الشعر مضفور أو كان الرأس أصلع لا شعر فيه فقال لا يسن الإعادة في الرأس، يعني يقبل ولا يدبر، يعني يمسح مرة واحدة هكذا ويكتفي بها، لأن الرجوع مرة ثانية لا فائدة منه، فكأنه يستعمل الماء المستعمل، الماء اللي استعملته في مسح الرأس لا تمسح به شيئا آخر وإنما تعيد به ما مسحته أولا، لأن الشعر لا رأس، الرأس لا شعر فيه. ولذلك قالوا لا يشرع الإعادة إذا كان الرأس حاصل الشعر ليس بشعر. ومن العلماء المالكية من تمسك
ما جاء في ظاهر رواية مسحه برأسه مرة، فقال لا تنبغي الإعادة، يعني عندما يريد أن يمسح الإنسان برأسه على هذا الجلاب في التفريع من علماء البغداديين ذكر أن صفة المسح أن يقبض الإنسان على أعلى رأسه ويوصل أصابعه ثم يذهب بأصابعه لا تلبس رأسه إلى الخلف هكذا، فكأن في الإقبال لم يكن هناك مسح، وإنما يكون المسح في الرجوع، الرجوع يمس شعره. فالجلاب عندما ذكر هذه الصفة فاستغربت منه، قال القاضي عبد الوهاب، قاضي عبد الوهاب لقيته في بعض طرق بغداد فسألته عن قوله هذا، يعني على خلاف ما فهمه أهل العلم، فأقبل وأدبر أنه يمسح مرة ثم يعود بالمسح مرة أخرى، فالشعر يمسح من على هكذا ثم يرد فيمسح ما كان مختفيا من الشعر، يمسح بحيث يمسح ظاهر الشعر وباطنه إذا اعتبرنا للشعر ظاهر وباطن. فقال سألته عن هذا فقال حتى لا يتكرر المسح، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من وصف وضوءه بأنه مرة واحدة مسح برأسه مرة واحدة. قال القاضي عبد الوهاب فلقيت شيخنا ابن القصار، قلت له سألته عما ذكره الجلاب، قال قلت له إنما كره ذلك حتى لا يتكرر المسح. قال القصار بن القصار والقاضي عبد الوهاب قال لي إنما يتكرر المسح مع تكرر الماء، مع تكرر أخذ الماء، لأنه لا يسمى إنسان غسل مرتين إلا إذا أخذ ماء مع كل غسلة، أما إذا كان إنسان مثلا أخذ الماء ليده ومر بها هكذا ثم ردها ثم ردها لا يقال أنه كرر المسح، هذه كلها غسلة واحدة، فكل غسلة تحتاج إلى غرفة ماء. فقال له إنما يتكرر المسح ما تكرر أخذ الماء، وهذا نظر صحيح، يعني ما ذهب إليه الجلاب يعني لا يتمشى مع باقي أعضاء الوضوء، لأن لو اعتبرنا أن كل من إنسان يمر بيده على عضو من أعضاء الوضوء وهو يغسلها كل مرة يمر بيده تعد غسلة، بعد ذلك يمكن أن يكون إنسان غسل يده 7 مرات 8 مرات في كل غرفة مر بيده مرتين أو ثلاثا، فكأنه غسل يده 8 مرات، ولا أحد يقول بهذا. وذلك كلام القصار فيه يعني نظر جيد، يعني تكرر المسح لما الإنسان يقال له كرر معناه أنه أخذ ماء، أما إذا لم يأخذ ماء فيسمى قد كرر، هذا ما جاء به عن كلام ابن الجلاب. ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه في الرواية هذه، وفي الرواية السابقة يذكر في آخر الحديث هكذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هناك بعض أفعال الوضوء لم تذكر في الأحاديث، منها مثل مسح الأذنين، منها التسمية في أول الوضوء، لم تذكر بعض الموالاة، لم تذكر الدلك اللي بعض العلماء يرونه أنهما الفرائض، وفي بعضها أنه أكمل وضوءه، أن الذي فعل هذا ولم يمسح أذنيه أو لم يأتي بشيء من الأمور الأخرى هل يسمى هو أكمل؟ قالوا موضوع الإكمال هو أمر نسبي، وقد يكون بعض ما ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصفات تكون، يعني بعض الناقلين صفة من نقل تكون أكمل صفة من ناقل آخر، فعلى هذا يحمل لأن اختلفوا في النقل،
منهم من ذكر شيء ومنهم من ترك شيء، ولكن باتفاق أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على أذنيه، واختلف العلماء في مسح الأذنين هل يعني مسحهما من ضمن الرأس، هل الأذنان تعدان من الرأس أو من الوجه. من العلماء من يعد الأذنان من يعد الأذنين يعدهما من الرأس، وذلك الواجب فيهما المسح كما أن الواجب في الرأس المسح. ومنهم ويستدل على ذلك بحديث لا يثبت الأذنان من الرأس، وهو حديث ليس له أصل لا يثبت، يعني شديد الضعف الظاهر منه. ومنهم من يعد الأذنين من الوجه ويستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، فهذا يدل على أن الأذنين يتبعان الوجه من الوجه. والذين قالوا ذلك منهم من قال مثل الحسن البصري وبعض التابعين قالوا الواجب فيهما الغسل، يغسلهما على الوجه لأنهما من الوجه. ومنهم من قال ظاهرهما من الوجه وباطنهما من الرأس، فجمع فيما بين المسح وبين الغسل. لكن جمهور أهل العلم على أن الأذنين سنتهم هما سنة، ومسحهما ليس واجب، لا يجب إعادة الوضوء من أجل تركهما. وهل يجدد لهما ماء ولا يجدد؟ أكثر العلم يقول أنه يجدد لهما ماء، وهناك من يقول لا يجدد لهما ماء. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند مرفوع يثبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم جدد لهما الماء، وإنما الوارد عن بعض أصحاب النبي من عبد الله بن عمر كما في الموطأ كان يأخذ الماء لأذنيه، يأخذ الماء ويضع أصبعيه ويمسح أذنيه. فموضوع الأذنين يعني مع الاختلاف في هل من الرأس أو من الوجه أو الغسل فيهما أو المسح وكذا، هذه كلها خلافات يعني بعضها ضعيفة، والصحيح الثابت فيها أنها سنة وليست من الفرائض. وأكثر أهل العلم على أنه يجدد لهما ماء جديد. استخرجها في مسح الرأس وفي غسل بعض الأعضاء. في الغسل ما بينش إنه مثلا يملأها استخرجها. إيه معناه فائدة في الياء، ولما استخرجها استخرجها بالماء يعني ما استخرجهاش أنها فارغة. نعم. سواء في غسل الأعضاء اللي. حتى في المسح يأخذ الماء ويستخرجه ويصبه على يده الأخرى. هكذا يتم، لابد أن يفعل هذا، يعني لابد أن يستخرج الماء، لأن الرأس لابد أن يمسح بماء جديد لا بالماء الأول. والماء الجديد كيف تصل إليه ليديك؟ بأن تستخرج الماء ثم تضع على يدك الأخرى ثم تمسح، لابد من فعل هذا. يستخرجها بالماء ويضع على يده الأخرى، يعني سواء أخذتها من إناء أو من مكان يعني يصب الماء، فتأخذ من الماء وتضعه على يدك الأخرى ثم بعد ذلك ترفع يديك وتمسح. هذه صفة المسح، أنك لا ترفع ماء وإنما تبل يديك بللا جديدا وتمسح المكان الذي يحتاج إلى المسح. بخلاف الغسل فلابد أن تنقل الماء إلى العضو الذي تريد أن تغسله، لأنه لا يكفي، المسح لا يكفي في الأعضاء التي يجب غسلها. لو أخذت ماء من الإناء وألقيته ثم أردت أن تغسل وجهك لا يجوز، لا يصح هذا، لأنك في هذه الحالة أنت لم تغسل وجهك وإنما مسحته. والله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم، ما قال امسحوا وجوهكم. فالغسل لابد فيه شرطه، لابد فيه من نقل الماء. وذلك الناس اللي ربما من العامة الذي يأخذ
الماء هكذا يأخذه ثم يقول هكذا ويسقط من الماء ثم يمسح يغسل وجهه، هذا في الواقع لا يغسل وجهه وإنما يمسح وجهه، هذا لا يكفي لا يجوز، وبدأ من نقل الماء إلى العضو. قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان هو ابن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر الكعبين. قال: وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد، وقال: مضمض واستنثر ثلاثا، ولم يقل من كف واحدة، وزاد بعد قوله: فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر. مضمض الاستنشاق أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، هناك من يجيبهما هناك من يجيبهما في الغسل دون الوضوء، ولكن عند علماء المالكية والشوافع هما سنة، والإمام أحمد يرى أن الاستنشاق فرض والمضمض سنة، وأبو حنيفة يرى أن المضمض والاستنشاق فرض في الغسل ويخالف في الوضوء، لعله يرى المضمض فقط فرض والاستنشاق ليس فرضا على عكس مذهب الإمام أحمد، ومسألة اجتهادية، لكن الأعضاء الواردة في القرآن هي التي اتفق على أنها فرض، اتفق على فرضية الأعضاء الواردة في القرآن، الوجه واليدين والوجه واليدان ومسح الرأس والرجلان، وما لم يذكر في القرآن مثل الأذن مثل الأذنين ومثل المضمضة والاستنشاق ومثل النية، كل هذه محل خلاف بين العلم، ولما الأحناف يرون أن النية ليست فرضا، وسبب الاختلاف هل الوضوء هو عبادة محضة ولا عبادة فيها معنى النظافة وإزالة الأوساخ وإزالة الأقدار، من ذهب إلى أنها عبادة محضة ليس فيها معنى إزالة الأقدار، قال نية لابد متعينة فيها لأن لا تكون هناك عبادة محضة من غير نية، وما قال إنه روعي فيها إزالة الوسخ والنظافة، قال إزالة الوسخ والنظافة لا تحتاج إلى نية، فعلماء الحنفية لا يرون أن النية واجبة في الغسل ولا في الوضوء، ولكن الذي يريد أن يتحصل على هذا الفضل الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر ذكره في الأيام الماضية لمن أكمل الوضوء ولمن أسبغ الوضوء ولمن أبلغ الوضوء، عليه أن يأتي بالوضوء على الصفة التي يعني تكون العبادة فيها كاملة على جميع الأوجه التي ذكرت ومستكمل لكل الفضائل والسنن على اختلاف العلماء فيها، فمن أتى به على أكمل الوجه جمع فيه معنى راعى الخلاف مراعاة الخلاف، وخصوصا في مسائل التعبدية أمر مطلوب وأمر مرغوب، من أراد أن يتقرب الله إلى الله تبارك وتعالى بعبادة هي محل صحة صحيحة باتفاق العلم خير ممن يتقرب إلى الله تعالى بعبادة هي محل خلاف من أهل العلم، من يرى أنها صحيحة ومن من يرى أنها غير صحيحة، وكلام فيها هو موضع أخذ ورد وموضع اجتهاد، فالمسلم ينبغي عليه أن يحتاط، وخصوصا في الأمور المتعلقة بصلاته وبطهارته أن يحتاط فيها ويأخذها ويؤديها على أكمل وجوهها، فلا يجوز الإنسان يقلد مذهب أبي حنيفة، لا ينبغي أن يقلد مذهب أبي حنيفة ويقول لا يشترط النية، ويقلد مذاهب التي تقول أن المضمضة والاستنشاق سنة يتركها ولا
كذلك الأذنان يعني أن سنة وكذا، ويقلد المذهب الذي يقول إن الدلك ليس واجبا فلا يدلك، ويقلد المذهب يقول الموالاة ليس واجبا فيتوضأ متفرقا، لا ينبغي أن يفعل هذا. ولو جمع الإنسان طهارة بهذه الصورة التي يتخلص فيها من يجمع فيها بين يعني خلاف العلماء كله يجعله في صورة واحدة في طهارة واحدة، ربما لا يكون وضوء صحيح على الإطلاق، أن لابد في حتى في التقليد ومن يقلد المذاهب لا يجوز له أن يأتي بصورة مخالفة لإجماعهم، لأن هناك إذا كان الإنسان أخذ من كل مذهب رخصته فتجتمع له عبادة يجمع أهل العلم أنها غير صحيحة، فهنا خلف الإجماع فتكون طهارة باطلة لا تنفع. يقلد في كل مذهب في كل جزئية، واحد يقلده في النية فلا يأتي به، يقلده في الاستنشاق فلا يأتي به. الاستنشاق هناك من يقول فرض، تقول لا أنا آخذ بما يقول السنة. النية فرض، يقول لا أنا آخذ بما يقول أنها ليس فرض. مضمضة سنة فرض عند بعض، يقول لا أنا آخذ بما يقول سنة. الدلك فرض عند بعض، يقول لا أنا أريد أن آخذ بما يقول يجوز لك أن تغمس أو تخرج. المولاة فرض عند بعض، يقول لا أنا أريد أن آخذ بما يقول يمكن التفريق، وهكذا. فتجتمع له صورة من العبادة تكون مخالفة للإجماع، لا يقول بها أحد، لا يقول بها أحد منهم، فلا تكون طاروسا. لكن حتى وما ذلك، حتى ولو أراد أن يقلل في بعض الأشياء، ينبغي أن يأتي بالصورة الكاملة التي تحوز الاتفاق والإجماع على أنها طهارة صحيحة، بحيث يكون بالفعل أنه متحقق ومتيقن أنه أتى بطهارة على أكمل صفاتها كما جاءت بها الأحاديث الصحيحة، فأكمل وأسبغ وأبلغ وأتم إلى آخره. هذا الذي ينبغي المسلم يحرص عليه. ولذلك قالوا حتى لكي تتحقق من أنك غسلت وجهك على الصورة الصحيحة لابد أن تأخذ جزءا من رأسك، ولكي تتحقق أنك مسحت رأسك، لأن الله عز وجل يقول فامسحوا برؤوسكم. فإذا أردت أن تحقق العبادة على وجه، أن تمسح رأسك كلها، ولا تأخذ تقلد من يقول لك بثلاث شعرات أو بربع أو ثلث، فتمسح رأسك كله. ولكي تمسح رأسك كله وتتحقق من ذلك، قال ينبغي أن تأخذ جزءا من وجهك في المسح، وهكذا. هذا كل مدى يبين العلماء عندما يكون صفة الوضوء يريدون من المتوضئ أن يأتي بالصورة على أكمل وجه، وإلا مسح الرأس كان يكفي أن يبدأ بالشعر، مسح الوجه يبدأ بإيه؟ تحت الشعر. قولا ينبغي أن يأخذ جزءا من رأسه عندما يغسل وجهه، وينبغي أن يأخذ جزءا من جبهته عندما يمسح رأسه، بحيث تتحقق أنه أتى بمحل الفرض كاملا من غير أي تردد، من غير أي احتمال، ومن غير. هذا كله يدخل في باب إكمال الوضوء وإسباب الوضوء وإتمام الوضوء. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم، واقتص الحديث وقال فيه فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات، وقال أيضا فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة. قال بهز أملى علي وهيب هذا الحديث، وقال وهيب أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين. قال حدثنا هارون بن معروف. هو الراجح في قضية الاستنشاق المضمضة بكف واحدة ويكون ثلاث مرات. هو الحديث ورد صحيحا بالسور كلها، فكأن هذا من اختلاف التخيير، يعني هناك أشياء الخلاف فيها هو خلاف تنوع تخيير، ولك أن تأتي بهذا ولك أن تأتي بهذا. ومنه في غسل الرجلين عند علماء المالكية، منه ابن عبد البر ورد في بعض الروايات غسلهما ثلاثا وبعض وحتى أنقاهما، قال فيه تخيير، يعني لك
أن تكتفي بالإنقاء ولك أن تكتفي بالثلاث. ومنهم من جمع بين الروايات وذكر أن الإنقاء مطلوب، فإذا إنسان أنقى قبل الثلاث ينبغي أن يكمل الثلاث، وإذا لم ينقي حتى مع الثلاث ينبغي أن ينقي، فجمع بين الثلاث وبين الإنقاء. ولكن الظاهر في مثل هذه الصفات اللي هي منقولة كلها بنقل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بخلاف التنوع إلا الإنسان أن يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، غرفة واحدة يعمل منها الست أفعال، يمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، ويجوز أن يفعل مضمض ثلاثا بغرفة والاستنشاق بغرفة ثلاثا، ويجوز أن يأخذ واحدة مضمض واحدة استنشاق ثم مضمض ثم استنشاق ثم مضمض ثم استنشاق. لكن هو الأقرب للإيعاب للمبالغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبالغ في الاستنشاق، إذا أراد الإنسان يبالغ في المضمضة ويبالغ في الاستنشاق، لأن من السنة أن يبالغ الإنسان في المضمضة ويحرك الماء يملأ فمه بالماء ويحركه ويخضه، هذا الأقرب فيه أن يكون بغرفات متعددة، يتأتى هذا الأمر بأنما تكون غرفات متعددة، ولا ربما لا يتأتى على الصورة الكاملة، قد يكون الغرفة الواحدة تحقق لك أدنى ما يسمى مضمضة وكاف وأدنى ما يسمى استنشاق وكاف، لكن إذا أردت أن تعب وأن تحقق وأن تتمكن فيتطلب منك أن تأخذ غرفات متعددة. والملكية يرون أن تتمضمض بثلاث وتستنشق بثلاث على الترتيب، يرون أن هذا أكمل وأفضل. الشيخ ذكرت في عبادات أحكام الأدلة كانت السؤال للإمام مالك عن المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، فقال الإمام مالك لا بأس. العادة أن الناس تسأل على غير المشهور، كيف؟ يبدو أن المشهور هو المضمضة والاستنشاق من ثلاث غرفات. هذا مشهور، هذا اللي السؤال عن غير المشهور يعني. نعم، سبق هذا اللي يعني ذكرته قبل قليل، وقلت عند المالكية أن الأفضل والأكمل أن يكون بست غرفات، ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق، لكن الحديث ذكر الصور كلها وكلها صحيحة وثابتة ولا حرج ولا إشكال فيها، لكن من أراد أن يوعب ويعني يأتي بالاستنشاق على وجهه المطلوب ويبالغ كما ورد في الحديث الأخرى ويبالغ في الاستنشاق ويبالغ في المضمضة، هذا قد يتطلب منا ان تكون كل واحد تكون كل واحد منها بغرفه. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي، اسف، قال حدثنا هارون بن معروف حاء، قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي وابو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما. قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث. باب الإيثار في الاستنثار والاستجمار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا يبلغ به يعني الحديث مرفوع
ليس هو من كلام أبي هريرة، ليس هو موقوفا عليه، وإنما حديثه مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ به وينميه ويرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سمعه منه. قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. الاستجمار من الجمار، وأصل الجمار هي الحجارة الصغيرة، ومنها حجارة الرمي في مكة في ميناء. ومراد هنا هو تنظيف محل الأذى، والتنظيف هذا يسمى استنجاء، ويسمى استجمارا، ويسمى يعني تطيب. وكلمة الاستجمار مأخوذة من الجمار للحجر، فهذا يدل على أن المكان ينظف بالحجارة الصغيرة أو بما في معناها من كل شيء ناشف غير مؤذن، كتان وإلا ورق وإلا أي شيء ليس له شرف، ليس طعاما وليس نقودا ولا ذهبا ولا مالا ولا شيئا مؤذيا، مثل زجاج أو مثل أي شيء جامد جاف ينظف في معنى الحجارة، تنظيف المكان به يسمى استجمارا. وتنظيف بغيره من الأشياء مثل الماء وبغيره يسمى استنجاء. فالاستجمار خاص بالحجارة، والاستنجاء يعم. استنجاء قد يكون بالماء، قال استنجى استعمل الماء، تطيب استعمل الماء، وقد يستعمل الحجارة ويسمى استنجاء. حتى التنظيف بالحجارة يسمى استنجاء، إذا عبر بالاستنجاء وبالتطيب فهو يشمل الأشياء كلها، تنظيف المكان بأي صورة من الصور بالماء أو بغيره. وإذا قيل استجمار فإنه يخص غير الماء. وهذا في المشهور والراجح في معنى كلمة استجمرة. هناك من يجعل الاستجمرة هي من استعمال المجمرة، بخارة البخور، عندما استعمل البخور من أهل العلم التابعين منهم من ذهب، وهو رأي يعني ليس راجحا، أنك تستعمل ثلاث قطع عندما تريد أن تضع بخورا في النار، تستعمل ثلاث قطع. وأنك إذا استعملت البخور وأردت أن تتطيب به أن تستعمله ثلاث مرات، تأخذه مرة إليك ثم تترك ثم تأخذه مرة ثانية ثم ثالثة. هناك من ذهب إلى هذا الرأي، لكن الراجح المراد هنا هو ما له علاقة بالموضوع اللي هو الاستجمار، اللي هو تنظيف محل الأذى، محل النجاسة محرج. والتنظيف محل الأذى الشرع جعل فيه شيء من رفع الحرج ومن اليسر على الناس. الشأن في تطهير الخبث من الثوب أو من البدن أنه لابد من إزالة عين النجاسة، بحيث لا يبقى لها أثر، لا يبقى لها أثر بمعنى لا يبقى لها لا لون ولا ريح ولا طعم. إذا كان هناك نجاسة في ثوب لابد أن تزيل كل أوصاف النجاسة الموجودة فيه، إلا إذا تعذر إزالة اللون مثل الدم مثلا، تغسله مرارا ويبقى لونه فهذا لا يضر. لكن ما من شأنه أن يزال لابد أن يزال، فإذا بقي لونه وبقي طعمه وبقي ريحه لا يكون المكان طاهرا ولا يكون الثوب طاهرا. لكن هذا في محل الأذى، محل الاستنجاء، من لطف الله تعالى بالناس أنه خفف هذا الأمر، فمطلوب فيه هو إزالة عين النجاسة، ولا يضر بقاء ريحها وبقاء أثرها، لا يضر في هذا في محلها، لأن هذا من الأشياء التي تعم بها البلوى. ولو طلب الناس أن من
ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقترب حجارة واقترب جمارا أوثي بروثة ورماها، فثبت أنه كان يتطيب بالجمار، ومعلوم أن الجمار وتطيب بها فيما يتعلق بالغائط لا يمكن أن تزيل الرائحة، تزيل عين النجاسة، لكن أثرها وريحها لا يمكن أن يزال. ورفع الحرج عن الناس في هذه المسألة باب التخفيف، فعلى خلاف القاعدة، فأثر بقاء النجاسة في موضعها فقط، لكن ما لم تكن منتشرة في أماكن أخرى في موضعها فقط يعفى عنه، أما إذا انتشر في موضع آخر فلا يعفى عنه. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام قال أخبرنا آخر الحديث ما استجمر فليوتر، ما استجمر فليوتر. الاستجمار ورد فيه الأمر بأن يكون وترا، وعلماء الملكية قالوا الأمر بالإيتار هو أمر على الندب وليس على الوجوب، ولكن الواجب هو التنظف، هو التطيب، هو الإنقاء. فإذا الإنسان تنظف من واحدة فهذا قد أتى بالوتر، فإذا تنظف من اثنين عليه أن يأتي بالثالث حيث يتحصل على الندب فليوتر. لكن علماء الشافعية قالوا الإيتار فرض لابد منه، يعني لابد الإنسان أن ينظف وأن يوتر، فإذا كان تنظف باثنين فيجب عليه أن يضيف ثالثة حتى ولو كان هو قد تنظف، فالثالثة تصير في حقه فرضا عندهم، لأنها لا يتم الاستجمار إلا بها، لكن عند علماء المالكية الثالثة تكون مندوبة ولا تكون فرضا. من استجمر فليوتر. إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. يعني هذا تأكيد على موضوع الاستنشاق مرة أخرى، يجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. الاستنشاق جذب الماء بقوة إلى الأنف إلا لمن كان صائما، والاستنثار هو دفعه مع وضع اليد على الأنف بقوة أيضا. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس بن زيد حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا استجمر أحدكم فليوتر. يعني الشيطان على خياشيمه، ومن بركة الوضوء أنه يخلص الإنسان من الأذران الحسية والمعنوية، سواء يعني لما أو أول ما يقوم الإنسان من النوم، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل يديه خارج الإناء ليزيل الخبث الوقت نفسه، يغسلهما ثلاثا طاعة لله وعبادة، فهناك تطهير حسي وتطهير معنوي، ثم بعد ذلك يمر على أعضائه التي يصيبها الأذى من النوم ويصيبها الكسل وكذا يحصل له التنشيط. وذكر أن الشيطان يكون على خياشيمه، فإذا هو استنثر تحول الشيطان وتحولت الأوساخ المعنوية والأوساخ الحسية ببركة الوضوء. باب وجوب غسل الرجلين بكاملهما. قال حدثنا هارون بن سعيد الليلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة زوج سالم مولى شداد، هذا تابعي وله أسماء متعددة وأسماء كثيرة، وكثيرا ما يكون كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، يسمى سالم مولى شداد وسالم مولى مالك ابن أوس ابن الحدثان، ويسمى سالم البراد، ويسمى سالم مولى النصريين، ويسمى سالما مولى المهري، له أسماء كثيرة وهي كلها لاسم واحد، وهو من التابعين ومن الثقات. يقول عنه أبو حاتم هو من خيار المسلمين، ويقول عطاء ابن السائب حدثني سالم البراد وهو أوثق عندي من نفسي. وذكرت عائشة رضي الله عنها قالت إني لأعجب من أمانة سالم. قال سالم أرتني عائشة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موضع أمانة وموضع ثقة، وأثنوا عليه كثيرا وعلى فضله. قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها، فقالت مات سعد بن أبي وقاص، سعد معروف الصحابي من السابقين مهاجرين مبشرين بالجنة، وبلاؤه معروف في الإسلام، جهاده وفتوحاته وفضله، وكان مجاب الدعوة، وعمر طويلا، مات وعمره 83 سنة، مات بالعقيق بقصره في العقيق، كان كثير المال وكثير الخير وكثير، مات بالعقيق تبعد عن المدينة 5 أو 7 أميال، فأخذ إلى المدينة فدفن بالبقيع، وأتي به من العقيق إلى المدينة ليدفن في البقيع، فأمرت عائشة أن يمر بجنازته من المسجد ليصلي عليه في المسجد، وتصلي هي عليه مع الناس، فتعجب الناس من ذلك، ويعني كيف تدخل
الجنازة المسجد فقالت لقد ما أسرع، فقالت ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد، فمروا بجنازة في المسجد ودفن في البقيع. فكان هذا اليوم اللي دفن اللي مات فيه سعد وأقبر بالبقيع يقول سالم مولى المهري مر هو وعبد الرحمن بن أبي بكر أخ السيدة عائشة مروا ببيت عائشة للوضوء يتوضأ على عجل ويلحقوا بالصلاة على الجنازة. فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، لأنهم يريدون أن يلحقوا بالجنازة، فربما رأت عائشة من عبد الرحمن أخيها تعجلا في الوضوء فلم تره يأتي به على الوجه الأكمل من الإسباغ، فذكرته ونصحته وبينت له وقالت له أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار، ويل يعني مهلك هلاك عذاب، يقال لمن يعني يقع في مهلك ولا يستحقها يعني ليس من أهل، يقال له ويل لك، الأصل أنك أنت لا تستحق هذا العمل فينبغي أن تحتاط ولا تعمل هذا العمل الذي يوقعك في الهلاك. قالت أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار، يعني هلاك وعذاب للعقاب، والعقاب جمع عقب وهي مراد بها مؤخر الشيء ومراد بها مؤخر القدم، ومؤخر القدم اللي هو مما يلي الأرض، مؤخر القدم مما يلي الأرض هذا يسمى العقب، ومما يجعله يرتقي إلى معقد الشراك يعني أعلى من ما كان هذا العقب، هذا العقب ومما يجعله إلى معقد الشراك اللي هو المكان المنخفض هذا، هذا أيضا يسمى عقب، وهذا هو اللي إعادة الناس ربما يغفلون عنه أو لا يعتنون به، أو إذا كان إنسان يتوضأ على أجل قد لا يعتني بأن يوصي إليه الماء وتبقى في لمعة تلوح وتظهر ولا يسوي الماء وتبقى كأنها مسحت مسحا أو كأنها حتى الماء لم يصلها، فهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متعددة، نادى في بعض أسفاره على من رأى في قدمه بقعة أو لمعة تلوح نادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، يحذر من هذا، وهذا هو إيه العقب. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهاد قال حدثه أنه دخل على عائشة، هذا اسم آخر مولى شداد بن الهاد نفس الاسم الأول، قال حدثه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، قال حدثني محمد بن حاتم وأبو معن الرقاشي قال حدثنا عمرو بن حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني سالم مولى المهري قال خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فمررنا على باب حجرة عائشة رضي الله عنها
فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: حدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن أعين قال: حدثنا فليح قال: حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهاد قال: كنت أنا مع عائشة رضي الله عنها فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير حاء قال: وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق رجعنا مع رسول الله رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص ومن علماء الصحابة ومن المكثرين من الرواية معروف، وأسلم مؤخرا قبيل إسلام أبيه عمرو بن العاص، أسلم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح بقليل، هو وخالد بن الوليد ومعه آخرون وأسلموا، وعبد الله ابنه أيضا أسلم في ذلك الوقت أو قبل ذلك بقليل، فلم يقع قالوا لم يقع لعبد الله بن عمر سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إلا في حجة الوداع، أو ربما يكون في عمرة القضية عمرة القضاء، أما في غير ذلك فالظاهر أنه لم يكن يعني قد حصل أو سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وقالوا أما في الفتح فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر من مكة إلى المدينة، وإنما كان بدء سفر المدينة من الجعرانة. أنا بعد ما فتحت مكة النبي صلى الله عليه وسلم غزا حنين، وبعد أخذ الغنائم وأتي بالغنائم إلى الجعرانة وقسمت في جعران النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وضع الغنائم في الجعرانة واعتمر من الجعرانة، اعتمر ليلا وكان ذلك في ذي القعدة، وخرج ليلا من الجعرانة إلى مكة واعتمر، ورجع في الليلة نفسها إلى الجعرانة وقسم الغنائم، ثم انطلق من الجعرانة إلى شرف، ومنها يعني خلص إلى طريق المدينة، فكان سفره من الجعرانة وليس من مكة، فلا ينطبق عليه هذا الكلام. فالكلام هنا سافرت معصوم من مكة إلى المدينة، إما أن يكون في الغالب في حجة الوداع، ربما يكون في حجة في عمرة القضاء، لأن هذا هو الوقت اللي ابن عمر بن العاص يعني أسلم مؤخرا. قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال فانتهى. وهم عجال يعني عجال جمع والمفرد عجلان، مثل غضبان تجمع على غضاب، غضبان غضاب، عجلان عجال متعجلين. فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء. تلوح يعني تظهر أنها واضحة لم يصل إليها الماء، يعني كأن المكان الذي لم يصل الماء لا يحتاج إلى تأمل وينظر، بل هي تلوح لكل من يرى أن العقاب لم يصل الماء، لأنهم كانوا على عجل، كانوا عاجلين يريدون أن يدركوا الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا وكيع عن سفيان حا قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء وفي حديثه عن أبي يحيى الأعرج قال حدثنا شيبان ابن فروخ وأبو كامل الجحدري جميعا عن أبي عوانة قال قال أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى ويل للأعقاب من النار. وقت ولا مازال الساعة كم؟ إيه مازال حديث واحد إسناد بس. لكن تقيد بالوقت والأحاديث كثيرة وقت كل سنة. إلى خلاص انتهى الباب مازال إسناد خفيف. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله أولا وآخرا.